احنا هنا في الحي السكن الخامس جاردن سيتي الجديده، اللي بنسميه طبعا جاردن سيتي الجديده عشان خاطر النمط بتاعه بيمتاز بمصر القديمه، الطراز المعماري القديم اللي هو في مصر القديمه، بالاضافه ان احنا عملنا ميكس معاه اللي هو الطراز الفرنسي الحديث. شكل الواجهات نفسها زي ما حضراتكم شايفين طبعا بيتم تنفيذها بالشكل ده، قريبه لمصر القديمه زائد الطراز الفرنسي الحديث. مساحه الحي هنا في حدود 885 فدان تقريبا، ضمن المشروعات اللي بتنفذها وزاره الاسكان في العاصمه الاداريه الجديده. عندنا انماط مختلفه من العمارات، وكمان اضافه ان احنا عندنا انماط مختلفه من الوحدات بمساحات مختلفه تتراوح من 65 حتى 200 متر لمساحة الوحدة. كل برضو التشطيبات برضو في ضمن مشروعات لإزارة الإسكان، مشروعات تشطيب تيرنيكي كامل، يعني حضرتك الساكن بيجي يستلم وحدته على الفرش كامل. الحي هنا برضو بيمتاز بالنظام الحديث اللي هو بندخل فيه طبعا السمارت سيتي. كل الخدمات التي تؤدى في الحي عبارة عن خدمات ذكية، زي ما اتكلمت قبل كده طبعا في كل العاصمة الإدارية كمنظومة ذكية متكاملة، يعني بحيث ان احنا نعمل انتجريشن او تكامل للمنظومة كلها مرتبطة بعضها. نسبة الإنجاز الحي هنا عندنا المرحلة الأولى كمرحلة خرسانات خلاص قربت على الانتهاء في حدود 98% تقريبا، بالإضافة أن أنا عندي مرحلة التشطيبات خلاص بحدود 20% تقريبا، مستهدف إن شاء الله أن احنا نخلص الحي في طبقا للبرامج الزمنية، متقدمين على البرامج الزمنية الحمد لله. ودي طبعا كل المشروعات هنا في العاصمة كلها بتسابق البرنامج الزمني بحيث أن احنا نواكب أن احنا نسلم المشروعات إن شاء الله قبل موعدها بإذن الله. بالنسبة لتخطيط الحي هنا بيمتاز ان هو بننفذ الحي عبارة عن كلاسترز او تجمعات سكنية، يعني تلاقي التجمع السكني الواحد بيختص مثلا 2 بيزمنت بدروم مستخدم كجراج، بحيث انه ما فيش حد هيركن فوق سطح الارض خالص، كل الركنة العربيات هتبقى تحت الارض. ده من ضمن امتيازات الحي السكن عندنا، بالاضافة ان كل كلاستر كل تجمع ليه منطقة بلازة خاصة بيه زي متنفس كده او منتزه ان الناس تيجي تقعد فيها وحاجات زي كده. في كمان عندي نشاط برضو مستخدم ان انا لازم كل حي بعمل له خدمات كلها متكاملة، في خدمات مركزية بتبقى خارج الحي، وفي خدمات تجارية بداخل في قطاع تجاري في الحي اللي هو الدور الارضي من العمارات بيتم تنفيذ فيها كافي شوب او محلات تجاريه، وده اللي بيمتاز بيه الحي السكني هنا، وده بيعتبر ايقونه من ضمن الايقونات العاصمه الاداريه الجديده اللي هتمتاز بيها وزاره الاسكان ان شاء الله.